راسي كارلوس بويول القائد المخلص والامين للبرسا. تذهب الكره لليو ميسي والحكم يعطي الخطا للفتى الارجنتيني المدلل. تنفذ مباشره الكره وليس هناك تسلل. بيدرو رودريغيز يتقدم في غفله من الدفاع وهذا انفراد وهذا هدف لبرشلونه في الدقيقه 29. هدف اول لبيدرو رودريغيز البديل الناجح لتييري هاري الذي يسجل الهدف الاول في المباراه ويجيب عن تساؤلنا متى يسجل برشلونه. يسجل في الدقيقة 29 وبيدرو رودريغيز يسجل هدفه السادس مع برشلونة هذا الموسم. لاحظوا التنفيذ السريع ولاحظوا كان هناك تغطية من جريجوري وانطلاقة وانفراد من بيدرو رودريغيز. لم يكن في حاجة للتمرير العرضي إلى إبراهيموفيتش وبالتالي هذا الانفراد يتوج بنجاح بباطن القدم اليسرى يضع الكرة عن يمين خوان بابلو فاتحا باب التسجيل ومحرزا الهدف الاول من زاويه صعبه نعم ولكن بامتياز بذكاء من هذا اللاعب الشاب من ابن اكاديميه برشلونه. والشكر للسماء دائما الشكر لله ليس وحده عصام الحضري الذي يفعل ذلك بل فيكتور فالديز ايضا هذه الامسيه. الهدف الحقيقه جاء في الدقيقه 29 يعني ثانيه او ثانيتين فقط قبل نهايه الدقيقه 29 جاء الهدف بامضاء بيدرو رودريغيز. 22 سنة بيدرو رودريغيز في مثل طول ميسي متر 69 سنتيمتر وكما قلت هو ابن النادي. بيدرو قدم أحد الحلول الناجحة هذا الموسم للبرسا. الصفير من جماهير خيخون ولكن يعني كما قلنا يجب أن يلعب بلا أخطاء. هنا كان هناك خطأ من خيخون. كان هناك خطأ التقدم الضربة الحرة الانطلاق السريع من جانب فريق برشلونة وبالتالي هذا الهدف يربك فريق خيخون ويلخبط حسابات مدرب بريسيادو وقد ينجم عنه تشوش ذهني وبالتالي اخطاء اخرى وبالتالي اهداف اخرى. هذا ما يحدث غالبا لا اقول دائما ولكن غالبا بالنسبه للبرسا. البرسا الذي يملك علامه 7 من 10 في مبارياته خارج ارضه، 7 انتصارات وثلاث تعادلات في 10 مباريات خارج ملعبه، هذه المباراه رقم 11 وهذه ركنيه يحصل عليها انيستا لمصلحه برشلونه من البرتولو.